الحقيقة يعني كان لحظة فارقة في عمر الوطن بيمر عليها النهاردة 10 سنين، يوم 3 يوليو يوم اللي اتزاحت فيه الغمة زي ما بيقولوا، وبدأنا كمان في إزالة أثار الجماعة الإرهابية. هذه الغمة اللي هددت الشعب المصري وكادت أن تسرق هويته، لكن كمان كان في استهداف للثقافة والهوية والتراث، وده اللي تنبهت ليه الدولة مبكرا. خلينا نتكلم على لحظات الوطن الهامة من الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير، اهلا وسهلا، وكل سنة وانتم طيبين ومصر طيبة. وحضرتك طيب وبخير دايما. عايزين نبدأ القصة مع حضرتك من البداية، ايه التهديدات اللي كانت بتواجه هويتنا المصرية وقوتنا الناعمة؟ لا، كان في أخطار حقيقية منذ أن جاء الرئيس الإخواني، ومنذ أن جاءت الإخوان، وإحنا نعرف جيدا موقفهم من الفن والإبداع والثقافة، وهو موقف شديد العداء من السينما، من الغناء، من المسرح، من لوحة الفن التشكيلي، موقف شديد العداء وشديد الرفض لكل هذا الكلام. ومن أجل هذا تجمع المثقفين المصريين ومنعوا الوزير الإخواني من دخول الوزارة، كانوا عينوا وزير ثقافة إخواني، من دخول الوزارة وممارسة عمله، وظل منعه مستمر إلى أن سقط حكم الجماعة الإرهابية. وتناوب المثقفين على حماية المبنى في شارع شجر الدر في الزمالك، مبنى وزارة الثقافة، ويعني أداروا الأمور كما لو كان لا يوجد وزير ثقافة مصري، وما فيش مثقف مصري داخل القاهرة أو خارج القاهرة أو في صعيد مصر إلا وشارك في هذا العمل العظيم اللي كان دفاع عن عظمة الثقافة المصرية وأهمية الثقافة المصرية والدور الذي لعبته الثقافة المصرية في إنهاء حكم الجماعة الطاغية الباغية التي تعادي الفن والأدب والفكر والإبداع عداء مطلقا، لا يوجد فيه حلول وسط ولا أي شيء، بل هو العداء المطلق. ليه يا فندم؟ إيه السبب في ده؟ عشان هم ضد الخيال الإنساني، ضد الإبداع الإنساني، ضد البشر، ضد كل شيء جميل في الحياة، ضد الفكر كمان، ها؟ ضد التفكير، ضد عملية التفكير نفسها تماما. وبالتالي كان مهم جدا الدفاع عن مصر وعن هوية مصر وعن دور مصر وعن تاريخ مصر، وده كان جوهر اعتصام المثقفين في وزارة الثقافة في شارع شجر الدر في الزمالك. كان مهم جدا جدا، وكان شرارة أساسية انطلقت منها الثورة، لأن احنا مشينا على أقدامنا من الزمالك إلى ميدان التحرير، ودي كانت نواة الثورة ونواة ما جرى ضد هؤلاء الناس ورفضهم رفضا قاطعا من اسكندرية لأسوان. امتى حسيتوا يا فندم ان الحل هو في الثورة؟ يعني امتى حسيتوا حتمية 30 يونيو؟ ماذا لو لم تكن 30 يونيو، الثقافة كان هيبقى شكلها عامل ازاي؟ لا طبعا، يعني لولا 30 يونيو ما كانش هيبقى فيه ثقافة، وما كانش هيبقى فيه دور ثقافي لمصر، وما كانش هيبقى فيه دور فكري لمصر تقود به الأمة العربية والعالم الإسلامي إلى الأمام والعالم الثالث كله. احنا أدركنا ده مبكرا جدا من قراءتنا لأدبيات هذه الجماعة وما كتبوه وما صرحوا به وما أعلنوه تماما، وهو أنهم بينهم وبين الثقافة عداء مطلق وعداء لا يقبل الحلول الوسط ولا أي شيء. والحمد لله أنه لا يقبل الحلول الوسط، لأن ده إنقاذ لمصر من مصير مجهول لم يكن أحد يدري إلى أين يمكن أن يقودنا. عظيم. أستاذ يوسف، زي ما حضرتك ذكرت فعلا أنتوا كنتوا الشرارة الأولى لقيام هذه الثورة المهمة. كلمنا بقى عن اللحظة اللي خرج فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبيان وردود فعل المثقفين في هذا التوقيت. احنا بعد كده لم نكتفي بميدان التحرير، وقررنا الاتجاه الى الاتحادية. وذهبنا الى الاتحادية، قصر الاتحادية، حيث مقر الرئاسة ومقر وفي ذلك الوقت مقر وزارة الدفاع. ويعني فوجئنا، وكنا متوقعين طبعا رغم المفاجأة الضخمة
في بيان الرئيس الفريق الأول عبد الفتاح السيسي الذي أنهى حكم الجماعة الطاغية الباغية، وكانت معاه رموز مصر حوله في ذلك الوقت من الكتاب ومن المفكرين ومن رموز الدينية ومن رموز المرأة المصرية. كان معاه يعني صورة تلخص مصر كلها في هذه اللحظة عندما يجتمع الكل في واحد، وعندما ينطق الفريق أول عبد الفتاح السيسي بلسان مصر وبلسان كل المصريين ضد هذه الجماعة الطاغية الباغية. ومن هنا بدأت هزيمتهم التي أصبحت مؤكدة فيما بعد. يعني احنا النهارده يمكن بنشوف اهتمام كبير بتوليد الدولة المصرية لبناء الإنسان وتعزيز الهوية المصرية، شايف ده ازاي عقب 30 يونيو؟ شايف الثقافة بقت عاملة ازاي والاهتمام بالثقافة المصرية؟ احنا بنشوف دلوقتي مكتبات يمكن متجولة في جميع أنحاء الجمهورية بمحافظات مختلفة، بنتكلم على مسارح وفي محافظات الحدودية كمان، شايف ده ازاي؟ احنا كان فيه دكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة كانت موجودة في صعيد مصر، يمكن ما زالت موجودة حتى الآن وتقدم عروض وتشرف على عروض تشرح للمصريين في الصعيد الجواني ماذا جرى في هذه الأيام المجيدة التي أنهت حكم جماعة الإخوان، وده دور متوقع من الثقافة. والوزارة بتعمل ده ابتداء من الكتاب المطبوع الذي يصدر من الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، ومن الثقافة الجماهيرية، ومن كل الأجهزة الثقافية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة، ومن المركز القومي للترجمة. عندما يصير الكل في واحد، هو ده عنوان عمل وزارة الثقافة في ذلك الوقت وما زال مستمرا حتى الآن وبطريقة جيدة وممتازة، ويعني تخرج الشعب المصري من أزمنة إلى أزمنة وتزيد من الوعي والوجداني المصري بالفن وبالأدب وبالفكر وبلوحة الفن التشكيلي وبالقصة وبالرواية وبالقصيدة المسرحية وبشكل جيد جدا وبشكل شبه ممتاز، وده بيتم حتى الآن وبطريقة ممتازة، رغم أنه أنا يعني حاجة تخرج عن التصديق أن مرت 10 سنوات على نهاية حكم الفئة الطاغية الباغية لمصر، وعلى اغتصابهم لحكم مصر واختطافهم لحكم مصر بطريقة غير شرعية وغير إنسانية، ووقوف كل الشعب المصري مع المثقفين وقبل المثقفين قواتنا المسلحة الباسلة التي أخذت بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي الأمور بيدها وقررت تطهير البلاد من هذا الدنس ومن هذا الحكم العاجز عن فعل أي شيء. أستاذ يوسف، إحنا كمصريين بنعتز دايما بهويتنا، كان في محاولات طبعا خلال هذه الفترة لطمس هذه الهوية وسرقة الهوية المصرية، هل دلوقتي هناك تهديدات متعلقة بالهوية المصرية؟ طبعا ما زالت، لأن الجماعة الباغية الطاغية ما زالت تعمل من عواصم أوروبية، من 3 أو 4 عواصم أوروبية لن أسميها، وما زالوا يعملون ليلا ونهارا، ولا يجب أن نتصور أن القصة انتهت وأننا نتكلم عن ماضي انتهى تماما بمرور الزمن، لأن 10 سنوات في فترة زمنية طويلة جدا في عمر الوطن، لكنهم ما زالوا يعملون وما زالوا يحلمون وما زالوا يخططون، ويجب أن نكون على حذر تام ضدهم، ويجب أن نكون في حالة استنفار تام ضد ما يمكن أن يقوموا به في أي مكان من أرض مصر أو خارج مصر، لأنهم يعملون الآن خارج مصر. كل الشكر ليك يا فندم الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، شكرا جزيلا لحضرتك.